هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. اللغة العربية، الصف السابع الأساسي، الطبعة الأولى لسنة 2021 ميلادي 1442 هجري. الدرس الخامس بعنوان التلوث الإلكتروني، الصفحات 18 و21. يتضمن المحور القراءة والكتابة، أما المفهوم يتضمن القراءة التجارية ووصف لمشهد، أي وصف مشهد. التهيئة: لدينا ثلاثة صور علينا أن نتأملهم. الصورة الأولى هي عبارة عن مصانع تنبعث منها نفايات وأدخنة وأبخرة في السماء، جاعلة السماء الزرقاء قطعة من البياض والسواد. أما الصورة الثانية فمبينا فيها أن الأرض وكأنها غارقة في وحل من النفايات المصانع والمصافي النفطية والمجاري التي تتفرغ داخل البحار، وكيف الأسماك تخرج أفواهها من هذه المياه بحثا عن الأكسجين لتتنفس وتحصل على الغذاء. ومشهد آخر يبين الأبخرة أيضا نتيجة المصانع ونتيجة الحرائق بكافة أشكالها. وهناك على الشاطئ الأخضر نرى الأشجار المقطوعة، حيث يدل على النقص في الحزام الأخضر الذي يوفر لنا الأكسجين في الجو. أما الصورة الثالثة فهي صورة للكرة الأرضية مشبهة بإنسان لديه أيدي وأرجل وكأنه يمسك رأسه ويصرخ، وعلى أطرافه مرسومة طائرة وبكل انبعاثاتها، حيث مشار على أطراف الرسوم بخطوط وكأنه يدل على انبعاث أصوات أو انبعاث أمواج أو انبعاث أي شيء. فلدينا طائرة وسيارة ومكبر صوت وأدوات الجيتار، آلة موسيقية، والراديو وسيارة الإسعاف كيف يخرج منها الصوت، ومكائن كيف تزعج الأطراف بضجيج الأصوات. هذه هي الصور الثلاثة، هي تهيئة كمدخل للموضوع اليوم. وهناك صورة أيضا للدلالة على عنوان الدرس، التلوث الإلكتروني، برج إرسال يرسل أمواج، ومرسوم أيضا التلفاز وأجهزة الموبايل كيف أنها تستلم هذه المرسلات. لنبدأ النص: تعد النفايات الإلكترونية خطرا على صحة الإنسان وسلامته، فاصلة موقوطة، لأنها تحتوي موادا عديدة سامة تضر به وبالبيئة، فاصلة، نحو نقطتان رئيسيتان، الفلزات الثقيلة، فاصلة، والمواد البلاستيكية، فاصلة، والغازات، فاصلة، علاوة على القطع التي تستخدم في صناعة الأجهزة الإلكترونية التي تصبح مصدر خطر حين يجري التخلص منها عشوائيا بعد تلفها، فاصلة، فتتسرب المواد السامة فيها إلى الموارد الطبيعية مؤثرة في البيئة بكل مكوناتها، الحيوان والنبات والماء والهواء. أما الخطر الآخر فهو الضباب الإلكتروني، فاصلة، ويعد تلوثا غير مرئي ينتج من الموجات الصادرة عن الأجهزة الكهربائية، فاصلة، مثل نقطتان رأسيتان، المذياع،
والتلفاز والأقمار الصناعية وأجهزة تقوية البث اللاسلكي للهواتف النقالة التي صار لها أبراج قرب الأحياء السكنية وفوق البيوت فضلا عن الهواتف النقالة نفسها وأجهزة الميكروويف المنزلية وغيرها من الأجهزة التي لا يستطيع كثير من الناس أن يستغني عنها نقطة. أجيب: أولا، أستنتج معنى الكلمات الآتية من السياق. علاوة على ألف، علاوة على القطع التي تستخدم في صناعة الأجهزة الإلكترونية التي تصبح مصدر خطر حين يجري التخلص منها عشوائيا. ما معنى كلمة عشوائيا؟ باء: تتسرب المواد السامة إلى الموارد الطبيعية. ما معنى تتسرب؟ جيم: من مصادر التلوث غير المرئي أجهزة تقوية البث اللاسلكي للهواتف النقالة. ما معنى البث؟ ثانيا، أكتب ضد الكلمات الآتية الواردة في النص: تضر، تقوية، صحة، صادرة. ثالثا، أفرق في المعنى بين الكلمتين الآتيتين في الجملتين: يجري التخلص من النفايات عشوائيا، ويجري الأطفال في الساحة. ما الفرق في معنى الفعل يجري في كلا الجملتين؟ رابعا، ورد في النص نوعان للتلوث الإلكتروني، ما هما؟ علامة استفهام. خامسا، أعلل ما يأتي. ألف، تعد النفايات الإلكترونية خطرا على صحة الإنسان وسلامته. باء، سمي الضباب الإلكتروني بالتلوث غير المرئي. سادسا، أبين أثر التخلص العشوائي من الأجهزة الإلكترونية بعد تلفها. الكتابة: وصف مشهد. أصف في فقرة مشهد العودة إلى المدرسة بعد انقطاع بسبب جائحة الكورونا، مستخدما الأساليب اللغوية المتنوعة ومستعينا بما يأتي: أولا، قرع الجرس واصطفاف الطلبة. ثانيا، مسافات التباعد. ثالثا، تحية العلم والطابور الصباحي. رابعا، الشوق للزملاء والمعلمين. التقويم الختامي: أفسر كيف ينتج الضباب الإلكتروني. ثانيا، أناقش زملائي في مدى تحكم الأجهزة الإلكترونية بحياتنا. ثالثا، أقترح طريقتين لتجنب التلوث الإلكتروني. إلى هنا انتهى الدرس.